اختتمت مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للثقافة والآثار مشاركتها في مهرجان المسرح الخليجي 14 والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة دول مجلس التعاون محققة جائزة أفضل ديكور مسرحي عن مسرحيات الضيفة الأخرى. كما شهد المهرجان تكريم رائد المسرح البحريني الأستاذ إبراهيم خلفان والناقد المسرحي الراحل الدكتور إبراهيم غلوم تقديرا لإسهاماتهما القيمة في المسرح الخليجي. المزيد في سياق التقرير التالي. اختتمت في الرياض فعاليات مهرجان المسرح الخليجي في دورته الرابعة والذي نظمته هيئة المسرح والفنون الأدائية بهدف إثراء الحراك المسرحي الخليجي. وشهد المهرجان تقديم 6 عروض مسرحية بواقع عرض مسرحي من كل دولة من دول مجلس التعاون، حيث شاركت مملكة البحرين بمسرحية عند الضفة الأخرى. كان لنا الشرف المشاركة في المهرجان الخليجي للمسرح في نسخته 14 في الرياض، والحمد لله رب العالمين قدرنا نقدم عرض يليق استحسان الجمهور، جميع النقاد واللي حضروا العرض كانوا يشوفون أن هذا العرض عرض مميز ويرتقي إلى هذا المهرجان وإلى مهرجانات أكبر من ذلك. وخلال الحفل الختامي تم الإعلان عن العروض المسرحية الفائزة بجوائز المهرجان، حيث حققت مسرحية عند الضفة الأخرى لمملكة البحرين جائزة أفضل ديكور مسرحي، وفازت فرقة مسرح الطائف من المملكة العربية السعودية بجائزة الفرقة الأهلية المتميزة، ونالت مسرحية غصة عبور الكويتية بجائزة أفضل عرض مسرحي، في حين حصلت مسرحية بحر السعودية بجائزة أفضل إخراج مسرحي. طبعا فازت بجائزة ديكور في مسرح الضفة الأخرى بقيادة الفنان طاهر محسن مسرح الريف، و يعني هذا لأن احنا فزنا في المهرجان البحرين، وصراحة في المملكة العربية احتفاء كبير كبير بهذا الاحتفال الكبير، يعني شكرا شكرا للمملكة العربية السعودية. مشاركة مسرح الريف في هذا المهرجان بمسرحية عند الضفة الأخرى، طبعا هذه المشاركة هي مشاركة مسرحية بحرينية بشكل عام. أولا أن هذا المسرح هو من أحد الفرق المسرحية البحرينية، ثانيا الفريق نفسه هو متآلف من مجموعة الفرق المسرحية، وهذا يعني يحسب إلى مسرح الريف أولا، ويحسب إلى القطاع الثقافي في البحرين على رأسهم هيئة الثقافة والفنون. وذهبت جائزة أفضل نص مسرحي مناصفة بين مسرحية أشوفك الإماراتية ومسرحية غصة عبور الكويتية، وحققت مسرحية الخيمة القطرية جائزتي أفضل إضاءة وأفضل أزياء مسرحية. أسدل الستار على المهرجان المسرحي الخليجي الذي شهد تكريم المسرحي الراحل إبراهيم غلوم من مملكة البحرين وسط احتفال وحضور كبير لنجوم المسرح الخليجي. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون البحرين، الرياض.